بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد بنكمل فيها طبعا مسلسل البطولات والانتصارات وفترة مميزة جدا من عمر النادي الأهلي. عام 2020 هو خلاص في اللحظات الأخيرة كان عام مليء بطبعا ظروف استثنائية كثيرة، لكن دائما النادي الأهلي بيتغلب على كل هذه الظروف الاستثنائية. انتصارات في كرة القدم، انتصارات في الكرة الطائرة، وانتصارات في كرة السلة. القضية في كرة السلة بالأمس مباراة الاتحاد السكندري ودوري المرتبط، فريق المرتبط الفريق الأول، انتصارات ولا أروع. فرحة جمهور النادي الأهلي هو الاستثناء الوحيد المميز في هذا العام، وإحنا في لحظاته الأخيرة عام 2020. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك للاعبين والأجهزة الفنية في كل القطاعات، قطاع كرة القدم، قطاع النشاط الرياضي، الكل بلا استثناء بيعمل من أجل مصلحة الكيان وفرحة جماهير النادي الأهلي في هذا العام الاستثنائي، وإحنا في لحظاته الأخيرة. لكن دائما النادي الأهلي بيعمل ضد كل هذه الاستثناءات وبيقدر يسعد جمهوره رغم كل هذه الظروف المعاكسة في عام كان صعب جدا من كل التفاصيل. حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل كثيرة، لكن ندخل في سؤال حلقة النهاردة وإحنا بنختتم هذا العام الصعب عام 2020، ونسأل على مين في رأيك نجم النادي الأهلي في هذا العام، عام 2020 وإحنا خلاص في اللحظات الأخيرة وفي الساعات الأخيرة، مين نجم النادي الأهلي في هذا العام؟ شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة قدر الإمكان نحاول نستعرض كل آراء الجماهير ومشاركات الجماهير في الفقرة الأخيرة. لكن تعالوا دلوقتي نشوف أهم ترندات حلقة النهاردة، وعندنا 3 ترندات بثلاثة عناوين. في ترند الأهلي، سلبية مسحة كهربا وموسيماني يعود لقيادة التدريبات. وفي الترند المحلي، استمرار الفار في الدوري. وفي الترند العالمي، عرض تركي لتريزيجيه. أهلا بحضراتكم من جديد، واستعراض لعدد من جدول مباريات اليوم. طبعا في مباريات محلية ومباريات في الدوريات الأوروبية. نبدأ مع بعض بمباريات الدوري المصري. منذ قليل انتهت مباراة الجونة ومصر المقصة اللي أقيمت على ملعب خالد بشارة في الجونة بفوز ابن النادي الأهلي الكابتن رضا شحاتة. عمل انتصار جيد جدا فريق الجونة على مصر المقصة بهدف مقابل لا شيء. كابتن رضا شحاتة عمل نتائج متميزة مع الجونة بصراحة في الجدول وفي الأسابيع الخمس الأولى من الدوري العام. طبعا رضا شحاتة أحد أبناء النادي الأهلي، نتمنى له التوفيق يا رب في مشواره الفني كمدير فني لفريق الجونة. في هذه اللحظات وأنا معاكم على الهواء مباشرة أيضا في مباراة أخرى بتقام في هذه اللحظات بين المقاولون العرب مع البنك الأهلي، وما زالت المباراة نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين. الساعة 7:30 في مباراة أخرى بين المصري وغزل المحلة، مباراة شعبية وجماهيرية كبيرة، لكن بالطبع المباريات تقام بدون جماهير. طيب، مباريات الدوري الإنجليزي النهاردة أيضا في مباراتين. الساعة 8 توتنهام هيلعب مع فولهام، والساعة 10 مساء في ختام اليوم نيوكاسل يونايتد هيلعب مع ليفربول. طبعا مباراة بتهمنا نتيجة طبعا وجود النجم المصري محمد صلاح. مباريات الدوري الإسباني في 4 مباريات اليوم. الساعة 6 غرناطة هيلعب مع فالنسيا، الساعة 8:15 في مباراتين في توقيت واحد أتلتيكو مدريد هيلعب مع ختافي، وسيلتا فيجو هيلعب مع هويسكا، والساعة 10:30 في الختام أليتشي هيلعب مع النادي الملكي نادي ريال مدريد. ريال مدريد طبعا في صدارة الدوري وعمل نتائج طيبة مع أتلتيكو مدريد، لكن البارسا بعيد تماما في النتائج خلال الفترات الأخيرة. طبعا يوم النهاردة مليء بالمباريات القوية والمثيرة، وكلنا بالطبع بننتظر مباراة يوم الجمعة بين الأهلي ووادي دجلة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نبدأ ندخل في تفاصيل الحلقة وفقرة وكلام مهم جدا في ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. طبعا ترند الترند في هذه اللحظات عبر السوشيال ميديا ومنذ الأمس الكلام كله عن اجتماع اللجنة الثلاثية باتحاد كرة القدم مع الأندية المعنية تحديدا في الدوري الممتاز. امبارح كنا اتكلمنا على الموضوع المتعلق بتقنية الفيديو الفار، وفي تفاصيل أخرى في هذا الاجتماع اللي تم النهاردة ظهر اليوم في مقر اتحاد كرة القدم في الجبلية. أولا نتائج الاجتماع اللي خرجت، لا بنقول كده احنا ماشيين كويس، ماشيين صح، ماشيين لمصلحة الكرة المصرية. البعض ممكن كان بيحاول يشوف لو في بعض الأزمات ازاي يحلها، لكن في نفس الوقت الكل اتفق ان العدالة لازم تكون موجودة في الدوري، والكل أقر ان لازم يكون في تقنية الحكم الفيديو المساعد خلال الفترة اللي جاية. دي أول حاجة وأول نقطة لازم أأكد عليها، لأن بصراحة الكل كان متخوف وكان قلقان، لكن بعد البيان الرسمي اللي خرج من اتحاد الكورة بعد ظهر اليوم
لا الفتره الجايه احنا ماشيين بشكل ايجابي جدا طالما ان تقنيه الفيديو موجوده، ولو في صعوبات او معوقات مفيش مشكله، الناس بتحاول تحلها، لكن العداله موجوده والتقنيه موجوده، وده كان راي كل الانديه اللي كانت موجوده النهارده. اول حاجه طبعا النهارده النادي الاهلي كان حاضر في الاجتماع، وكان بيمثله الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وتقرر حضورهما ممثلين عن الاهلي في اجتماع اتحاد الكره اليوم، والذي اجري مع رؤساء الانديه لمناقشه العديد من الملفات الخاصه بالمسابقات الكرويه وشروط القيد والاجراءات الاحترازيه. والاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره والكابتن محمد مرجان او العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي شرحوا وجهه النظر النادي الاهلي اللي بالتاكيد بتخدم الصالح العام للكره المصريه. في تفاصيل كثيره في هذا الموضوع، وعندي بعض الكواليس في هذا الاجتماع، لكن اذهب مباشره عبر الهاتف الى الزميل علي البحيري الناقد الرياضي بالشروق، كان حاضر هذا الاجتماع في مقر اتحاد الكره، وبالتاكيد عنده كواليس وعنده تفاصيل بناء على هذا الاجتماع. مساء الخير يا استاذ علي. مساء الخير يا زميلي محمد سعيد، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي. طيب اجتماع كان مهم ونتائجه مثمره وايجابيه، لكن ما شاهدته في هذا الاجتماع والكواليس بالتاكيد اللي انت رصدتها من خلال هذا الاجتماع؟ يمكن الاجتماع طبعا عقد النهارده ظهر اليوم في مقر الاتحاد المصري لكره القدم، وطبعا اللجنه الثلاثيه برئاسه الاستاذ احمد مجاهد، اللجنه الثلاثيه الجديده اللي تم تعيينها، يمكن اجتمعت مع مندوبي الانديه في الدوري المصري. يمكن كان الاجتماع شهد بعض الحاجات وبعض الكواليس، بعد الفتره اللي فاتت كان في برضو شويه كلام عن الغاء تقنيه الفيديو وكذا كذا قرار كان متخذ يعني الفتره اللي فاتت، فيمكن النهارده اتحسن بشكل كبير قرارات كثيره جدا، اولها طبعا الانديه رفضت طبعا الغاء تقنيه الفيديو في الدوري والمسابقات المحليه، وتم الاستقرار ان هي تستمر مع حل مشاكلها، يعني الاتحاد هيبعت للشركه اللي بتنفذ او بتساعد هنا في تشغيل الفار في مصر ويساعده في حل المشاكل اللي هي موجوده خاصه في قانون التسلل. فهيبقى هيتحل المشكله بتاعتها مع استقرار التقنيه. ثاني حاجه شفناها النهارده ان في تاسيس لرابطه الانديه المحترفه، وكل نادي هيقدم التصور بتاعه لرابطه الانديه المحترفه وشركه كره القدم اللي بتدير كره القدم في النادي. طبعا دي خطوه مهمه جدا ان الدوري المصري يبقى دوري محترف ومطبق من الاحتراف من طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. اكيد طبعا دي خطوه بننتظرها بقى لنا سنين كثيره جدا، فان احنا نبدا فيها دي خطوه كويسه. الحاجه الثالثه ان عندنا الاجراءات الاحترازيه هيتم التشفيق عليها في كافه المسابقات المحليه لضمان سلامه جميع عناصر المنظومه الرياضيه من لاعبين ومدربين واجهزه فنيه وحكام، لان شايفين طبعا الظروف اللي احنا فيها جدا صعبه جدا بسبب فيروس كورونا والانتشار الرهيب في الذروه اللي احنا فيها دلوقتي في الموجه الثانيه، وعديد من اللاعبين والمدربين اتصابوا، فعشان كده بقى في تشديد على الاجراءات الاحترازيه في كل عناصر المنظومه الرياضيه من الانديه ومن اتحاد الكوره. القرار الرابع اللي كان موجود معانا النهارده ان هيتم السماح للانديه بتشكيل قائمه انتظار مكونه من 3 لاعبين بمساعدتهم في ظل الظروف الاستثنائيه لفيروس كورونا، يعني القائمه اللي موجوده عندك انت مسجلها في اتحاد الكوره هيبقى في قائمه انتظار لكل نادي زياده 3 لاعبين عن القائمه اللي موجوده بسبب لو في ظروف فيروس كورونا طبعا عدد كبير من اللاعبين تقدر تستعين بيهم في المسابقه. فاعتقد ده برضو قرار مهم وبيضمن ان في مرونه في موضوع الاصابات والدوري. واضح ان معظم القرارات كلها في مرونه لصالح الانديه. طيب كل الانديه حضرت الاجتماع ولا في البعض تغيب النهارده؟ لا اعتقد معظم الانديه كانت حاضره النهارده، كان ممثلين طبعا مندوبي الانديه مش رؤساء الانديه، يعني كان في مندوبين من كل الانديه كانوا حاضرين، وطبعا النادي الاهلي كان ممثله طبعا الاستاذ طارق قنديل طبعا عضو مجلس الاداره، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي. يمكن كان في مناقشات طبعا مع استاذ احمد مجاهد كبيره جدا وتطور النادي الاهلي في موضوع الفار وفي كذا موضوع منهم رابطه الانديه المحترفه وموضوع الاجراءات الاحترازيه. فاعتقد ان الاجتماع كان مثمر مع كل الانديه وكان في قرارات لصالح الانديه والكره المصريه. أكيد. طيب الأستاذ علي البحيري أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات، الناقد الرياضي بالشروق اللي كان حاضر جزء كبير من هذا الاجتماع. طيب عندي مجموعة من التفاصيل والكواليس المتعلقة بهذا الاجتماع. طيب أولا البداية مبشرة، والنهاردة الناس كانت متقبلة لآراء كل المسؤولين وكل الحاضرين، يعني أستاذ أحمد مجاهد بيمثل بالتأكيد اللجنة الثلاثية ومعاه 2 من أعضاء اللجنة، استاذ الشواربي والاستاذ ايضا كمان احمد حسام عوض، الاثنين او الثلاثه اللجنه الثلاثيه كانوا متفقين في معظم الاراء مع الانديه اللي كانت حاضره. طبعا النادي الاهلي النهارده كان بيمثله الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. طبعا كل يعني الامور اللي تم عرضها من الاستاذ طارق قنديل ووجهه نظر النادي الاهلي كان الهدف منها الصالح العام للكره المصريه،
واتكلموا على فكره ان لو في مشكله في التعاقد مع الشركه المسؤوله عن تقنيه الفار، اللجنه الثلاثيه تشوف طريقه ما لحل هذا الموضوع، لان لو في مشكله ماديه ازاي يتم وضع حل لهذا الموضوع، سواء بالاتفاق مع الوزاره، سواء بالاتفاق مع الشركه، التعاقد لو في اي امر، ده شان داخلي باللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره مع الجهات المسؤوله. لكن في نفس الوقت الانديه نفسها اللي بتلعب الدوري وخلاص التقنيه موجوده منذ البدايه، هنا انت بترسي العداله، طالما التقنيه اتطبقت انت بترسي العداله، فلازم الناس تكمل على هذا الامر لغايه نهايه المسابقه، اي مشاكل داخليه ممكن نشوف لها حلول. الاستاذ احمد مجاهد واللجنه الثلاثيه عرضت على فكره ان الانديه طب ممكن تشارك معانا في فكره دفع التكاليف الماليه، وقدامكم طبعا على الشاشه جزء من صور الحضور والاجتماع. طيب فكره ان الانديه تشارك في هذا الامر، طبعا الانديه عليها يعني مسؤوليات كثيره جدا، والاستاذ طارق قنديل ومعظم الحاضرين يعني اقترحوا قالوا لا انت عندك ممكن ليك مستحقات، لو عندك مستحقات مع الانديه شوف المديونيات اللي عليهم ممكن تحصلها حتى لو بنسبه 15 او 30%، مش لازم تحصل المديونيه كلها، لو انت عندك ازمه ماليه داخل الاتحاد عشان تقدر تصرف على تكاليف التقنيه، عندك الوزاره، عندك تفاصيل كثيره جدا انت كلجنه ثلاثيه او كاتحاد كوره تقدر تحل المعضله او المشكله اللي عندك في مساله تقنيه الفار، لكن الانديه عليها مسؤوليات كثيره جدا ولازم التقنيه تكون موجوده. عموما رد اللجنه الثلاثيه في هذا الامر كان طيب جدا، وقال طب خلاص اوكي التقنيه موجوده وهنكملها، ولو في اي تفاصيل متعلقه بالتطبيق هرجع للمسؤولين او ارجع للوزاره، او انا هشوف المشكله اللي موجوده وازاي احاول اقدر احلها الفتره الجايه. وبالمناسبه هي اللجنه الثلاثيه برضو جايه وعايزه تشتغل بشكل قانوني سليم، فلو عندها بعض النقاط اللي ممكن تكون سلبيه من وجهة نظرها ممكن تحلها عشان ما يكونش فيه مشاكل بالنسبة لها هي حتى في المستوى العملي بالنسبة لتطبيق التقنية. طيب رحنا لموضوع رابطة الأندية المحترفة. في اجتماع الجمعية العمومية اللي عقدتها اللجنة الخماسية وقت إقرار اللائحة في رابطة أندية المحترفين تحديدا، كان في بند في مشروع اللائحة غير منطقي، بمعنى إن الجمعية العمومية الممثلة في اتحاد الكورة اللي ممكن تكون حوالي 90 أو 100 أو 120 نادي حسب التغيير اللي هيتم كل سنة بناء على التصنيف، هي اللي تقول شكل الرابطه والمكتب التنفيذي واللائحه وكل حاجه متعلقه برابطه انديه الدوري الممتاز. الاهلي في هذا الاجتماع كان قال غير منطقي ان الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره بشكل عام هي اللي تناقش تفاصيل رابطه الانديه المحترفه، وكان النادي الاهلي عنده راي ان رابطه الانديه المحترفه تكون موجوده كمسمى داخل لائحه النظام الاساسي، لكن يتم مناقشه المشروع النظام الاساسي وتشكيل الرابطه ودور الرابطه من خلال انديه الدوري الممتاز فقط. النهارده اللجنه الثلاثيه لما تم عرض هذا الامر عليها، الاستاذ احمد مجاهد قال ان كل نادي يقدم المرشح بتاعه خلال الاسبوع الاول من شهر يناير لتشكيل المكتب التنفيذي للرابطه وفقا لما نصت عليه اللائحه المعتمده من الجمعيه العموميه، عشان تبدا الرابطه تشكل لجنه المسابقات والمشروع اللائحه وفتح حساب بنكي ليها الفتره اللي جايه. اذا اللجنه الثلاثيه هي مع الانديه في هذه الفكره ان رابطه الانديه المحترفه يكون مناقشتها من خلال انديه الدوري الممتاز فقط. في مشروع النظام الاساسي ان الرابطه موجوده في اللائحه، لكن كل التفاصيل المتعلقه بالرابطه سواء التشكيل او مشروع اللائحه او كل التفاصيل الماليه المتعلقه بالرابطه ده يكون شان انديه الدوري الممتاز. والنهارده كان في استجابه لهذا الامر، وده فكر احترافي هيبدا يتطبق الفتره اللي جايه. طيب امر تاني النهارده اللجنه الثلاثيه اهتمت بيه بخلاف الاجراءات الاحترازيه اللي هيتم تعديلها الفتره الجايه حرصا على سلامه كل اللاعبين، وهو امر متعلق بالقيد. طبعا اللجنه الثلاثيه اول ما عينت بشكل رسمي للاتحاد الدولي خطت قرار مميز ورائع جدا، واحنا هنا كنا اول من تحدثنا عنه، وهو فكره ان القيد لازم يكون في يناير مش في فبراير ولا مارس، وبالفعل اتعدل ميعاد القيد وبقى في شهر يناير من 1 الى 30 يناير. امر اخر تم اضافه 5 لاعبين بخلاف قائمه ال 30 لاعب، وده كان شيء رائع جدا، لان انت في النهايه لما قلت لو في 16 لعيب في الفرقه عنده لا قدر الله كورونا تقدر تلعب المباراه ب 14، طب خلاص زود لي القايمه عشان بدل ما العب ب 14 يبقى عندي 19 وعندي 20. فاللجنه الثلاثيه لما جت زودت القايمه وخلت فيه 5 لاعبين اضافيين على قائمه ال 30، وده كان شيء رائع. النهارده بقى تم شيء فوق الرائع فوق الممتاز بصراحه بامانه، وهو فكره عوده قائمه الانتظار من جديد. انت بترجع قائمه الانتظار لمصلحه الكره المصريه بشكل عام. ليه بقى؟ لان انت في النهايه انت في ظرف استثنائي بسبب موضوع فيروس كورونا، محدش عارف بكره هيحصل ايه، محدش عارف تطور الفيروس ده الفتره الجايه هيبقى ايه ومدى تاثيره على المباريات. احنا شفنا الاتحاد الافريقي بيزود القايمه ل 40 لاعب
فبالتالي انت هنا كاتحاد كوره ماشي مع اللي موجود في الكره الافريقيه والكره العالميه، فكمان فتحت القايمه وقلت عندك ثلاث لاعبين ويتنج في قائمه الويتنج ليست تقدر تضيفهم الفتره الجايه اذا كان لديك فرصه للتعاقد مع لاعبين اخرين والقايمه عندك خلاص قفلت وعايز تجيب لعيبه، تقدر تطلع ثلاثه من القايمه وتحطهم على الويتنج ليست. اولا قرار مميز جدا وهيفيد كل الانديه بصراحه بشكل رائع الفتره الجايه، لذلك بصراحه أنا النهاردة سعيد جدا بنتائج هذا الاجتماع ودور النادي الأهلي في هذا الاجتماع وكل الأندية اللي كانوا حاضرين، حتى لما البعض كان بيتكلم على المديونيات وممكن الأندية مش عندها فلوس تدفع مديونيات عشان اتحاد الكرة يحصلها ويقدر يصرف على التقنية، كان في اقتراح رائع جدا من الأستاذ طارق أنديل إن ممكن حتى المديونيات تتسدد بنسبة 15% أو 30% عشان الكل يقدر يساعد ونمر بالمسابقة لبر الأمان. في النهاية الكل بيشتغل لمصلحة الكرة المصرية والنهاردة البداية مبشرة بصراحة، التقنية موجودة، زيادة القايمة لثلاثة ويتنج ليست الفترة الجاية، فده شيء رائع وبنتمنى يا رب بإذن الله الفترة الجاية ما يكونش فيه أزمات ولا مشاكل والدنيا تهدى، لأن احنا عندنا مسابقات إفريقية سواء للأندية أو للمنتخبات مهمة جدا ومحتاجين إن احنا نركز جهودنا كلها جوه الملعب عشان الأندية أو المنتخبات تعمل نتائج إيجابية خلال الفترة اللي جاية وخريطة طريق الكرة المصرية تسير بشكل إيجابي. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نبدأ بقى نتكلم على أخبار الأهلي والاستعدادات لمباراة وادي دجلة. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي وأخبار الفريق والاستعدادات لمباراة وادي دجلة في الدوري العام. طيب تدريب النادي الأهلي انتهى منذ لحظات قليلة، لذلك أطير إلى ملعب مختار التتش بي الجزيرة مع الزميل العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي اللي حاضر التدريب النهاردة وشاف الاستعدادات يعني المهمة جدا بالنسبة للفريق لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. طيب النهاردة احنا بنتكلم يوم الأربعاء المباراة يوم الجمعة، فأكيد التمرين النهاردة في تفاصيل كثيرة جدا استعدادا لمباراة دجلة. موسيماني هل النهاردة انتظم في التدريبات؟ طمنا على حالة كهربا، كل الأخبار المتعلقة بالفريق النهاردة وما تابعته في التدريب. أنا قدامي حتى اللعيبة خلاص بتعمل استريتشات والتمرين انتهى منذ لحظات. بالتاكيد طبعا يعني يا زميلي محمد نقدر نقول تحدي جديد لفريق النادي الاهلي في مسابقه بطوله الدوري العام. الاهلي ان شاء الله وادي دجله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه مع الاداء المميز والرائع. بنشوف كل مباراه الاهلي بيتطور بشكل كبير جدا اداؤه، بينضم لعيبه بيغيب لعيبه، لكن هو القوام واحد والتكتيك واحد والاسلوب واحد والدوافع واحده، وده الامر المهم اكيد اللي بيركز عليه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. كواليس اكيد كتيره محمد النهارده في تدريب فريق اليوم، بدايه طبعا بالمسحه الطبيه، يعني النهارده كنا متعودين المسحه بتكون رابيد تيست، لكن النهارده اصر الكابتن سيد عبد الحفيظ ان مسحه بي سي ار ورابط تيست، المسحتين النهارده للاطمئنان على حاله كل لاعبي النادي الاهلي. فقدنا عدد كبير يا محمد خلال الايام الماضيه، لكن الحمد لله النهارده من يمكن الحاجات المبشره جدا والاخبار السعيده جدا ان احنا شفنا النهارده محمد مجدي قفشه ورامي ربيعه متواجدين في التدريب وشاركوا في التدريب. يعني انت عارف طبعا العزل الصحي بيتعب شويه، بيبقى فيه اجهاد على اللاعبين او ايضا كمان كان على بيتسو موسيماني، لكن النهارده الحقيقه شفنا رامي ربيعه ومحمد مجدي قفشه بيأدوا اداء مميز جدا في التدريب، شاركوا في جزء كده من التدريب الجماعي وفي التقسيمه، لكن يعني جرعه بسيطه كانتش جرعه قويه، لكن الحمد لله يعني ما فيش اي اصابه وما فيش اي اجهاد ما فيش اي حاجه. رب ان شاء الله باذن الله يشاركوا مع فريق النادي الاهلي خلال التدريبات القادمه ويكون ليهم دور في مباراه دجله. كمان بيتسو موسيماني غاب عن تدريب الامس، لكن النهارده قيادته الفنيه كانت بدايه يعني محاضره فنيه 60 دقيقه، راح متعودين على بيتسو موسيماني في كل تدريب في كل مباراه بيكون محاضراته مطوله، لكن الراجل بيركز بشكل كبير جدا زي ما احنا بنتكلم كل مره محمد على التحفيز والجانب الخاص جدا طبعا بالمباراه اللي بيسجل فيها طبعا او بيقراها بشكل كبير، نقاط القوه والضعف بالنسبه لوادي دجله، وبيحترم فريق وادي دجله بشكل كبير، والراجل قال مباراه مهمه جدا وكل المباريات مباراه مهمه لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله الامور تكون ماشيه بشكل طيب ولاعيبتنا تحافظ على نفسها في التدريبات. اكتر من لاعب بقى النهارده حابين نطمن عليهم كل جمهور النادي الاهلي، بدايه طاهر محمد طاهر. يعني طاهر النهارده طبعا نقدر نقول خمس ايام او ست ايام ويبدا طاهر ان شاء الله يدخل في التدريبات الجماعيه. النهارده طبعا بيأدي التدريب التاهيلي جلسات في الجيم، محمود عبد المنعم كهربا كمان النهارده تواجد، ناس قالت كورونا وناس قالت ان كهربا عنده يمكن انتكاسه، لكن كهربا كان عنده نزله برد خفيفه، النهارده شارك عمل المسحه طبعا قبل التدريب، النهارده شارك في التدريب بالكامل وظهر بشكل طيب ومميز جدا. هي طبعا نزله برد اثرت عليه، نزله البرد بقت تقلق يا كريم على فكره، كهربا يكون
بالظبط يا محمد، يعني الموضوع بقى صعب جدا، يعني اي حد بيكون عنده اي نزله برد او اي اعراض بسيطه جدا الناس كلها على طول بتروح في ان عنده كورونا. يا رب ان شاء الله موضوع الكورونا ده ينتهي تماما، لان الموضوع مقلق بشكل كبير. وكمان يمكن عايز اقول لك ان محمد هاني كمان النهارده ما شاركش في التدريبات لان عنده نزله برد خفيفه. اكيد الناس هتقول ان محمد هاني عنده اشتباه في كورونا، لكن محمد هاني عنده ايضا نزله برد. انت عارف محمد الجو صعب شويه، والجو يمكن على طول الصبح في شبوره كبيره وفي بروده شويه، فبعض اللعيبه ممكن يبقى عندها بعض الاحساس ده، لكن يا رب ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي بالكامل. ده امر مهم جدا، لعيبتنا كمان لازم تحافظ على نفسها خارج الملعب، وده امر بيركز عليه بشكل كبير جدا اللجنه الطبيه وكمان دكتور احمد ابو عبله. يعني يمكن النهارده اول يوم بالنسبه للدكتور احمد ابو عبله قائد للجهاز الطبي للنادي الاهلي. بنوجه اكيد الشكر للدكتور اسامه مصطفى ومقابله دكتور خالد محمود الابو بدور كبير خلال الفتره اللي فاتت. ان شاء الله باذن الله ربنا يكون مع الدكتور احمد ابو عبله ليتولى القياده الطبيه للنادي الاهلي. طيب كريم، بشكل عام قبل ما تخش في التفاصيل اللي يمكن كريم قبل ما تخش في التفاصيل الفنيه، عايزين ناكد على الجزئيه اللي انت شرحتها، ودي جزئيه مهمه جدا. رغم ان الاجراءات الاحترازيه في الدوري المصري انك بتعمل رابيد تيست فقط، لكن النادي الاهلي النهارده اتخذ اجراء ايجابي جدا واحترازي بشكل مهم جدا، ان انت كمان عملت المسحه البي سي ار الطبيه لكل الفريق عشان تطمن مع الرابيد تيست. فده شيء مميز بناكد عليه كمان معاك عشان الناس كلها تبقى فاهمه اللي حصل النهارده. انت النهارده عملت كذا اجراء، مش اجراء واحد فقط. بالظبط، بالتاكيد يا محمد. طبعا يعني يمكن من خلال ممارستنا ومن خلال تعاملنا بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت، الرابيد تيست يعني انت عارف الرابيد تيست بيظهر سريع، فلو في اي اجسام مضاده ممكن النتيجه تكون مقلقه، لكن البي سي ار هي يمكن الحاسمه والفاصله في ان تكون النتيجه سلبيه او ايجابيه. وده قرار مميز جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، لان الاطمئنان ده امر مهم جدا، انت تطمن على كل اللعيبه. ممكن الرابيد تيست يكون اللعيب عنده ايجابي بعديها بساعه، لو عمل ثاني ممكن تبقى سلبي، فالامر ده يعني اكيد بيقلق اللعيبه. واي واحد يا محمد بيسمع ان هو بس عنده كورونا او عنده النتيجه ايجابيه، الامر مزعج بشكل كبير وبيأثر على نفسيته. لكن القرار المميز ان انت تطمن على حاجه. يمكن بيبقى فيها طبعا مصاريف كثيره جدا على النادي الاهلي، لكن الفلوس ما فيش اي حاجه بالنسبه لها على سلامه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بالكامل. ده امر مهم جدا حبينا ناكد عليه من خلالك، وانت يمكن اكدت عليه كمان زميلي محمد، وان شاء الله باذن الله المسحه كلها تكون سلبيه لكل لاعبي النادي الاهلي. الامر المهم محمد ان اللعيبه تحافظ على نفسها خارج الملعب. أكيد. داخل الملعب كل اللعيبه يمكن اجراءات على اعلى مستوى هنا، لكن ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. زي ما انت شايف محمد خلاص التدريب انتهى، ريكفري بسيط جدا لعيبه النادي الاهلي، على امل ان شاء الله بكره باذن الله تدريب النادي الاهلي يكون 3 عصرا، ومنها ان شاء الله يوم الجمعه على معسكر يوم الجمعه ان شاء الله يكون تدريب مباراه النادي الاهلي ان شاء الله امام فريق وادي دجله. في جديد بالنسبه لعمرو السليه، احنا اطمنا على قفشه وربيعه، والنهارده هل قفشه وربيعه كانوا في التدريبات الجماعيه؟ وبرده طمنا على السليه لو في جديد. قفشه وربيعه النهارده تواجدوا وشاركوا يمكن في الجرعه التدريبيه بالكامل، لكن التقسيمه الاخيره شاركوا بجزء بسيط جدا. هو طبعا عمرو السليه اللي يتبقى ان شاء الله يتعمل له مسحه طبيه، منتظرين نتيجتها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله نتيجته تطلع سلبيه، لكن بجانب السليه وربيعه يعني هي بس الانتظار الحاله، بجانب ايضا قفشه ايضا ورامي ربيعه، يا رب السليه باذن الله يكون الحاله سلبيه، لان يمكن مش عايزين نفقد حد يا محمد خلال الايام الماضيه الايام القادمه عفوا من لاعبي النادي الاهلي. لكن بشكل عام كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه النهارده من اداء مميز جدا مع بيتسو موسيماني، التكتيك النهارده كان مميز جدا، تقسيمه اخيره يمكن نص ساعه الراجل شرح اكتر من مره التمركزات. احمد رمضان بيكم يمكن بقول لك محمد هاني ما شاركش، لكن النهارده كان في تعليمات صارمه لاحمد رمضان بيكم علي معلول. كل لعيبه الحمد لله محمد جزا يا رب يحافظ على لعيبه النادي الاهلي خلال الايام القادمه باذن الله. لعيبتنا تكون على قدر المسؤوليه كالعاده، ويستمر النادي الاهلي في سلسله انتصارات مباراه وادي دجلة يعني متوالي كده المباريات باذن الله، ويحافظ النادي الاهلي على لقب البطوله رقم 43. طيب اخر جزئيه، وفي سؤال ثاني بالنسبه لك برده يا كريم. جونيور اجايه بيعمل تاهيل في التيتش، بيعمل تاهيل في النادي، المده ممكن تكون قريبه شويه انه يرجع، لان انا سامع ان احتمال ما يكونش فيه عمليه جراحيه وفي اجراء تحفظي هيتم مع اجايه الفتره اللي جايه. عندك معلومه في الجزئيه دي او لو في جديد بالنسبه لجونيور اجايه؟ بالتاكيد محمد نقطه مهمه جدا، يعني اجتهادات كثيره بالنسبه لجونيور اجايه، لكن انا عايز اكلمك طبعا يمكن لو تدخل جراحي كان يمكن اجايه هيغيب 3 شهور، وده يمكن اللي كان صرح بيه الدكتور اسامه مصطفى، يمكن اتعرض على الطبيب احمد عبد العزيز، لكن اجايه خلاص تم الاختيار ان هو يكون علاج طبيعي وتاهيل. اجايه شهر هيكون علاج طبيعي فقط لا غير، من بعد الشهر يبدا التقييم هل يقدر ينزل جماعي تدريجيا ولا يستمر شويه كمان في التاهيل. لكن الفتره كانت طويله بالنسبه للتدخل الجراحي، لكن ان شاء الله باذن الله جاي مع العلاج الطبيعي ومع البرنامج اللي موضوعه ان شاء الله باذن الله في خلال يا محمد من النهارده لمده شهر ان شاء الله باذن الله هيستمر بشكل قوي جدا للعلاج الطبيعي. لكن بعد شهر هنشوف هل هيتم الدفع بيه في التدريبات الجماعيه او هيتم التحفظ عليه افضل، ممكن يبقى شهر ونص يا محمد، لكن اكيد العمليه كانت هتبقى مؤثره عليه بشكل كبير وكان هيغيب فتره كبيره جدا.
لكن يعني بناء على التصريحات الخاصه من الجهاز الطبي 21 يوم ده كان تصريح من الكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن طبيا شهر ان شاء الله باذن الله ثم تحديد اجيه يكون في تدريبات الجماعيه او تمتد الفتره شويه بالنسبه لمحمد. زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، بالتاكيد اضافات عديده اضافها النهارده معانا كريم في مداخلته، شكرا لك جدا يا كريم. كلام مهم جدا بالنسبه للزميل العزيز كريم احمد، وشرح تفاصيل مهمه جدا متعلقه بالتدريب استعدادا لدجله، وقدر الامكان طمناكوا على الحاله وكل الاخبار صوت وصوره حصريه من داخل ملعب مختار التتش. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وعندنا تفاصيل واخبار مهمه جدا، لكن قبل ما ادخل في المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا، خلاص بقى بشاير كاس العالم للانديه تبدا تهل علينا بالنسبه للنادي الاهلي وانطلاق البطوله باذن الله يوم 1 فبراير. خلاص خلال الفترة القادمة تتكلم شهر يناير في تفاصيل كتيرة جدا متعلقة بهذه البطولة. أبرز خبر في هذه اللحظات أن طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال أن في ورشة عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية هتجريها يوم 14 يناير المقبل، ولكن عبر الفيديو كونفرنس بسبب طبعا الإجراءات الاحترازية وصعوبة تنقل الوفود خلال الفترة القادمة لانعقاد هذه الاجتماعات قبل انطلاق البطولة في 1 فبراير. وبالتالي كابتن سيد عبد الحفيظ هيكون ممثلا عن النادي الاهلي وهيشارك في ورشه العمل الخاصه بالفرق المشاركه في كاس العالم للانديه. ورشه العمل دي هتتضمن ايه؟ كل التعليمات واللوائح المستجده والمنظمه للبطوله للتاكيد عليها لكل الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه اللي هتنطلق باذن الله في الدوحه في الفتره من 1 الى 11 فبراير المقبل. طبعا كل الانديه تحددت بنسبه 99%، لم يتبقى سوى نادي واحد وتحديدا بطل امريكا الجنوبيه. يوم 19 يناير هتكون مراسم قرعه كاس العالم للانديه، وساعتها هنعرف النادي الاهلي هيواجه مين، هل هيواجه بطل اسيا ولا بطل امريكا الشماليه، ولا ممكن يواجه الفائز ما بين بطل استراليا مع الدحيل القطري. كل ده هنعرفه يوم 19 يناير مع مراسم القرعه. لكن نروح بقى للمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا بالنسبه لترند الاهلي. نبدا مع بعض من صفحه في الجول، طبعا الصفحه الرسميه ليها على الفيسبوك كتبوا ان الاهلي يحصل على الموافقات اللازمه لاقامه مواجهه سونيديب بطل النيجر على ملعب الاهلي والسلام. هذه هي مباراه العوده، الاهلي فاز في لقاء الذهاب في النيجر بهدف مقابل لا شيء، وخلاص في الموافقات، كل الموافقات اللي النادي الاهلي محتاجها عشان يقام المباراه على ملعب الاهلي والسلام حصل عليها، والمباراه ان شاء الله في احد ايام 5 او 6 يناير النادي الاهلي هيعلن ده خلال الايام القليله القادمه. طيب معانا كمان خبر متعلق بالصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك، اتكلموا على ان في مصدر بالاهلي قال ليلا كوره اجتماع بين الكابتن محمود الخطيب وبيتسو موسيماني للاستقرار على قائمه مونديال الانديه خلال الفتره اللي جايه. طبعا لسه في مواعيد متعلقه بارسال القائمه، وهتكون في مناقشات خلال الفتره اللي جايه ما بين الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط مع الجهاز الفني بقياده الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. اجتماعات تقليديه بالتاكيد عشان تحضر لكاس العالم للانديه. طيب الحساب الرسمي لوطن سبورت على تويتر اتكلموا على ان موسيماني يطالب الخطيب بسرعه حسم صفقات الشتاء بعد فشل ضم سيرينو. طبعا في تفاصيل متعلقه بالخبر ده، لكن لا التوقيت ولا الظروف مناسبه ان نشرح تفاصيل كتيره في هذا الشان. لما يكون في حاجه رسميه هنتكلم فيها، سواء في صفقات الشتاء او حتى في اي لاعب بيتردد اسمه في الفتره الحاليه، لان انا على المستوى الشخصي قريت تفاصيل كتيره بتتكلم في الصفقات، وانا هاكد لكل جماهير النادي الاهلي بنسبه 99% والله العظيم كل ما يقال غير صحيح، وفي تفاصيل النادي الاهلي بيشتغل عليها ان شاء الله. لما تبقى في حاجه رسمي النادي الاهلي هيعلن في هذا الشان خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه معايا في هذا الشان، الوطن سبورت بيتكلم على ان كورونا هي المنقذ الوحيد، وهي متعلقه بقائمه المونديال بالنسبه للانديه خلال الفتره اللي جايه. طبعا القائمه المبدئيه 6 يناير، القائمه النهائيه الاتحاد الدولي هيستلمها من الاهلي يوم 22 يناير، تبعت القائمه المبدئيه يوم 6 يناير ب 30 لاعب، ثم تحذف 7 لعيب عشان تكون القائمه النهائيه 23. ممكن العدد يتغير، المواعيد يحصل فيها اختلاف، وارد كل شيء يحصل خلال الفتره الجايه بسبب طبعا فيروس كورونا، وبالتاكيد الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي او حتى الاتحاد المصري اي مستجدات بتحصل بيحصل دايما تعديلات. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره الترند العالمي، وفي تفاصيل متعلقه طبعا بمحترفينا في الخارج ابرزهم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه. نبدا مع بعض في الترند العالمي، ومن خلال صفحه في الجول بيتكلموا على مباراه ليفربول ونيوكاسل. قبل مواجهه نيوكاسل الليله محمد صلاح هو افضل هدافي ليفربول في عام 2020 برصيد 23 هدف، يليه
ساديو ماني 14 هدف وروبرتو فيرمينيو 8 ودييجو جوتا 5. سجل صلاح في كل من مبارياته الأربع الأخيرة ضد نيوكاسل. محمد صلاح كاريزما وأسطورة وأحد نجوم الكرة المصرية اللي عمل أرقام قياسية، من الصعب على أي حد الفترة الجاية يقدر يحققها في الدوريات الأوروبية وتحديدا الدوري الإنجليزي. طيب نروح لنجم آخر ولاعب آخر بنتمنى له بالطبع التوفيق الفترة اللي جاية، محمود حسن تريزيجي. خبر من خلال صفحة يلا كورة على الفيسبوك اللي بتقول نادي جلاتا سراي التركي يريد تريزيجي في يناير. أتمنى إن يكون الخبر غير صحيح أو حتى في مفاوضات، لكن يكون رأي تريزيجي إنه يكمل في الدوري الإنجليزي ويكمل معنا دي أستون فيلا الإنجليزي وما يكونش فيه انتقالات خلال يناير القادم. طيب ده جزء متعلق بالترند العالمي، وكنا بنتكلم على أهم اثنين لعيبة بيلعبوا في الدوريات الأوروبية تريزيجيه ومحمد صلاح. طيب نروح لمشاركات الجماهير ونبدأ بعض نتكلم على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، مين هو نجم الأهلي في عام 2020 وخلاص إحنا في اللحظات الأخيرة من هذا العام. نبدأ مع بعض، أحمد سعيد بيقول أكيد مجلس إدارة الأهلي. عيد محمود بيقول الشناوي ومجدي قفشة. القضية ممكن يقصد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا. شادي محمد بيقول الشناوي. طيب نشوف آراء أخرى بالنسبة لي الإجابة على السؤال. خالد بيومي من خلال تويتر بيقول الشناوي طبعا السد العالي. أبو مصطفى بدري بيقول كابتن محمود الخطيب. أسامة فاروق بيقول محمد الشناوي. طيب نشوف آراء أخرى. أسامة فاروق قال محمد الشناوي. محمد عبد الوهاب بيقول كابتن محمود الخطيب. وجدي خفاجي بيقول أيمن أشرف والشناوي. طيب عموما دي كانت آراء ومشاركات عدد من جماهير النادي الأهلي تعليقا على السؤال اللي طرحناه في بداية العام السؤال حلقة، من هو نجم الأهلي في عام 2020. إلى هنا نصل لختام الحلقة، ومع ختام 2020 بنقول لكل الشعب المصري كل سنة وانتم طيبين، عام 2021 يا رب بإذن الله يكون عام إضافة في الفترة اللي جاية، وكل التوفيق لمحمد صلاح النهاردة في مباريات الدوري الإنجليزي. دايما كلنا في ظهرك ووراك، ركز في الملعب، ركز في مبارياتك مع ليفربول، واسمع نصيحة الكابتن محمود الخطيب اللي قالها لك، طول ما انت مركز في الملعب وقريب من ربنا أكيد ربنا هيكرمك. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.